بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، المادة الشفائية الأقوى في الطبيعة هي العسل. دعوني أنقل لكم ما يقوله علماء الغرب اليوم عن العسل ومقارنة هذه المادة بالأدوية الكيميائية وما أنبأ به القرآن الكريم. يقول باحثون ألمان، بدلا من استخدام مراهم علاج الجروح الكيميائية، يمكن استخدام العسل لعلاج الجروح الصغيرة والخدوش. فالعسل مضاد للجراثيم ويعتبر من أفضل وسائل العلاج الطبيعية للجروح. كذلك أظهرت أبحاث كثيرة أن للعسل فوائد مذهلة في علاج الحروق، فهو يهدئ الجلد ويعزز شفائه. طبعا بعد تبريد الحرق بالماء البارد أو مكعبات الثلج، ينصح الخبراء بدهن هذه الحروق بالعسل وتضميده بضمادة أو غلاف، مع ضرورة تغيير الضمادة يوميا. واستخدام العسل لتبريد الحروق يكون ممكنا عندما تكون هذه الحروق طفيفة، أما في حالات الحروق الشديدة فلا بد من الذهاب إلى الطبيب. يعني الإنسان يعجب أمام هذه الفائدة. في ألمانيا يستبدلون المراهم والمواد الكيميائية بالعسل الطبيعي، لأنه لا يترك أي آثار جانبية وهو صديق للجلد. الله تبارك وتعالى قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، والحمد لله رب العالمين.